نحن هنا في الإطلاق الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعني طبعا ورد إلى الإخبارية من خلال مصادرها أن المبادرات هي يعني 20 مبادرة تحديدا كان يفترض أن تتم خلال يعني النصف الأول من 2021 والعام الماضي، لكن جائحة كورونا أخرتها جميعا. ستشمل 13 من مناطق المملكة كافة، سيحضرها ويتحدث بها أيضا معالي المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المستشار ايضا تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه، والدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، والاستاذ فيصل الخميس رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي للامن السبراني والبرمجه. كل هؤلاء المتحدثين بثقلهم سيحضرون بعد قرابه النصف ساعه لتدشين واطلاق هذا الحدث التقني الأضخم، والذي يأتي بالشراكة مع أكبر 10 جهات وشركات تقنية على مستوى العالم. نحن نتحدث عن جوجل، نتحدث عن IBM، نتحدث عن كبرى الشركات التقنية التي ستكون متواجدة في هذا الحدث الوطني الكبير، واللي بلا شك سيعزز مكانة المملكة فيما يخص مشوارها نحو التحول الرقمي الذي تقوده الرؤية الطموحة. نعم منصور، خليني أسألك أخيرا فقط، كيف تبدو الاستعدادات في الجانب الإعلامي لديك لانطلاق هذه أو لتغطية انطلاق هذه المبادرات؟ في الحقيقة الاستعدادات أيضا على أشدها على قدم وساق. أنا أحدثك من ستيج الإخبارية على يساري، تم تجهيز استيجات خاصة بكل القنوات التي أرادت الحضور ونقل الحدث بشكل مباشر. نحن نتحدث أيضا عن نقل مباشر على قناة الإخبارية وعلى مختلف المنصات الاجتماعية للجهات المنظمة لهذا الحدث الكبير، والذي سيطالع الجمهور بكل تفاصيل هذا الحدث التقني وهذا الإطلاق الكبير.